واقف واقف مكانك. يلا تحرك تحرك لا تتحرك. ايديك لورا سليم. حط الكلبشات بايدي. يلا استرع. ماشي واقف لا تتحرك. كلبشه بسرعه. يعني هذا اخر الطريق؟ يلي تطور الطب وكل الدواء يلي بالعالم ما راح يفيدوه؟ مفكر اني ما مقدر وضعكم هذا؟ انا بتمنى اعطيكم ابنكم وهو بكامل صحته وعافيته، بس ما فيني اكذب عليكم. لما وصل كان خسران دم كتير، كان داخل بغيبوبه. الحمد لله انه ما خسر كلويه. اذا عاش ما بيضل عنده مشكله. عمتي الله يسامحك، اتصلت كتير، ليش ما كنتي عم تردي علي؟ وشوفي عنا لنحكي. بترجاكي لا تقولي هيك. نعم خانم، بدها تقوم من التخت، شو ساوي؟ مين اللي بدها تقوم؟ شوفي عندك ضيفة يعني؟ شرف، شو رأيك ندخل أخوه لعنده؟ بلكي وقتها بيفتح عيونه. شرف، كرمال الله خدها من وشي، يلي فيني مكفيني. أنا ما عم بتحمل شوفه هون قدامي. بترجاك، شو سويت لعصبتي؟ منار، كرمال الله أنتي خدي شي تاكسي وروحي على البيت. الولد هنيك بيكون بحاجتك هلأ، ما حدا فاضي يهتم فيه. ما عم صدق إيش ابني. يا سعر أمي. يا عمري ما قدرت أتحمل، جيت على أول طيارة. كتير بحبك يا ابني، بحبك كتير. دعاء ما بيرد، ما هيك جدو؟ خاصة الأدعية تبع الأطفال، وأنا بدعي دائما وأنت ادعي ماشي. وهلأ ادعي لي أكتر. يا رب قديشك فرحت هالقلب التعبان كتير لما عطيتنا هالنفس البريئة وكحلت عيوننا بشوفته. أنا بترجاك لا تاخده منا وخلينا مع بعض نربي هالوردة ونكبرها. دقيقة استنوا. مرحبا. تفضلي. ممكن تساعدينا رجاء؟ طبعا، دخلوا المريضة على الغرفة، ممكن أخذ معلومات عنها؟ شو اسم المريضة؟ نحن لازم نعبي هالمعلومات. أمينة، أنت زعلانة مني لأني ما قدرت أحميكي؟ وعد رح نرجع نلتقي، اصحك تنسي أخوكي، رح ضل عم بستناكي. رح نجرب آخر مرة، واحد اثنين ثلاثة. دخيلك يا ربي لا تخليني أخسر ولا التاني. أمينة مو معي، بترجاك لا تاخد التاني يا ربي. شو صار؟ ياسين عايش؟ ياسين منيح؟ فهمينا بقى شو؟ ليش ما عم تحكي يا بنتي؟ بابا ياسين عايش. شكرك يا رب، رجعت. ألف الحمد لله. ابني عايش بابا. ألف
ألف الحمد لله ياسين عايش. الحمد لله يا ماما. ألف حمد وشكر يا ربي. الحمد لله يا نريمة. الله تعالى استجاب لدعوات أمير عايش. عايش. ألف الحمد لله. الحمد والشكر يا رب. أخي أخي. ألف الحمد لله. منار. آه يا نريمة. وين راحت؟ هربت. هربت ما هيك؟ هربت. 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 وينها تيجي تشوف؟ ابني ياسين عايش. ابني اللي صار على الموت وعاش. أنا اللي رح أعمل حفلة بدالك هلا. فريدة أنت شو عم تقولي؟ ما عم بفهم شي. لازم تجي لهون وتقول شو اللي عملته. وشو عاملة؟ شو أنت أعمى؟ هديك المرة كانت رح تقتل ابننا. كيف بتقدر المجرمة تدخل لجوا لو لمنار؟ يا بنتي اهدي شوي وحاش تعيطي. انت لازم تتمالكي اعصابك. انا منيحة ما فيني شي. هلأ صرت بعرف كل واحد شو هو. انتو يلي جبتوها لهون. انتو يلي دخلتوها لتقتل ابني. لك ولا واحد قام وقال هديك المرة شو إلها شغل هون. كرمال الله ليش هاي بتقتنع؟ هاي مرة ما عندها حياة. وكيف قنعتوني إلي؟ مو منار خانم عم تتمخطر بالبيت يلي انتو قلعتوني منه؟ عيونكم صارت عمياء وضميركم صار أخرس. عم تزوديها كتير فريدة. لسه ما زودتها بس رح زودها. بالأول ليتعافى ياسين وأنا بعرف شو رح ساوي. إيه حاجتك بقى يعني شو رح تساوي؟ خلاص يلا حضروا حالكم للروح. دوين بابا؟ بابا يلي قلته ما كان موجه إلك. طمنا على ابننا. ما عاد في داعي نضل هون. ولما تكون أعصابنا هادية منحكي بهالأمور. يلا يا خانم. يلا جاي. ماشي بابا. يلا ماما خلينا نروح. أنت روح أنا بدي أشوف مدحت بيك. شرف مانك جاي معنا؟ لا. ليش لا يجي إذا هي أمه فهذا أبوه. بكفي يا خانم. بدك تشعلي النار أكتر ما هي شعلة؟ يلا تعي. امشي امشي. ماما لازم نروح. هلأ صار الحق علي أنا. أنا هون إذا صار شي بخبركم. ماشي. حرارتها لسه منخفضة؟ لا تقلقي بس لتاخد الأدوية مفعولة والدكتور جاي على الطريق. أنور بيك يلي رح يهتم فيها لأنه هو فحصها من قبل. بعرف هالشي وأنا عم أحكي عن الدكتور أنور بس لبين ما يصل يا ريت تعبي لي هالاستماره مشان نعمل اطباره للطفله. شو هاد اللي عملتيه هلا؟ بيستاهلوه؟ امير قديش تعب مشان ياسين؟ ويسار من وين حمل حاله واجا مشانه؟ والوجع اللي عاشوه أمي وأبي واضح. ما دخلني بوجع غيري. على شوي ابني كان رح يموت. ومين السبب؟ أنت وعيلتك. أنا كان لازم أعمل هالشي من زمان كتير. لما بابا طلب إذني لدخل منار كان لازم أقول إني ما بقبل حدا يشاركني جوزي وولادي. ولما دخلت على البيت كان لازم أنا أطلع. كان لازم اطلع وقتها. فريدة ليش على طول بتفتحي الدفاتر القديمة؟ خلص صار اللي صار. انت اهتمي باللي جاي. اصلا انا هيك رح اعمل بس ياسيني فيه رح سكر كل الدفاتر القديمة ورح افتح صفحة جديدة. صفحة لساتها بيضة.
والله تقلعنا تقليع، كل شي كان جواتها طالعته مرة واحدة وزتته بوشنا هيك. تارية معباية كتير، انت ليش عم تتعصوار؟ ما في شي، يمكن شوية تشنج من هالوقفة الطويلة. شو عم تساوي هاي؟ ولك ليش واقفة فوق؟ يا بنتي رجعي لورا. مين هاي البنت؟ هلا بتوعي شو عم تعملي؟ شو عم يصير؟ في حدا فوق؟ شو عم تساوي فوق؟ لا تعملي يا شو جلدي؟ رجعي لورا، بدك ترجعي، لا تقربي أكثر، لا تقربي. لك واقفي انت شو عم تساوي؟ يا جماعة حدا يخبر الشرطة على شو عم تتفرجوا؟ لك شو هي بدها تقتل حالها؟ الظاهر هالبنت بدها تنتحر. حرام يلي عم تعملين. لو سمحتي المريضة يلي كانت هون نقلتوها على غرفة تانية؟ لا، بس يمكن عم تحكي مع المستشار النفسي، غرفته فوق بالطابق الثاني. الطابق الثاني؟ اي ماشي. خير ان شاء الله. شوفي رشا ما انا موجودة. رجالك ما كانوا واقفين عندها؟ قال امبارح تعرضت لنوبة عصبية وطردتهم كلياتهم، صارت تصرخ وتعيط لحتى فيقت كل شيء بالمشفى. خبروا الامن في وحدة على السطح بدها تنتحر. شو؟ هاي رشا. دخيلك يا ربي. رشا شو أعمى؟ ارجعي لورا. شو هالبنت أكيد مضروبين في وزادة. استغفر الله العظيم، هي بدها فرقة إطفائية. يا ترى بيكونوا اتصلوا من الإطفائية؟ والله ما بعرف. والله حرام. ان شاء الله شو خير. شو عم يصير هون؟ لك حاجتك جنان، انزلي لتحت. مين هي؟ حدا بيعرفها؟ لا وشها مو واضح كثير. ان شاء الله بس ما تكون رشا. اكيد في عندها شي مشكله. قلتي رشا؟ قصدك بنت غالب بيه؟ الله العظيم يا رب عليكي. لك ارجعي لورا. لا تعمليها. رشا ارجعي لورا. رشا اضحك تقرب مني ولا بزت حالي. خلاص انت اهدي شوي، هلا ما رح اقرب. وين فرقة يا الله؟ شو القصة؟ الاطفائية بحياتهم ما بيجوا على الوقت يعني؟ تعمليها ارجعي لورا. بنتي بترجاكي لا تعملي هيك. بابا انت يلي بلشت، انت قتلت جاد وعم تقتل كل يلي حواليك بدون رحمة. رشا شو كنا عم نحكي مع بعض؟ ما اساس رح تبلشي حياة جديدة؟ وانا ما وعدتك اني رح كون جنبك، اصلا الشيء صعب خلصتي ومن هلا الامور رح تكون كثير سهلة. لك اتركوني بحالي، يلا روحوا من هون بقى. والله ما عم تمزح. انا عملت هالشيء مشان احميكي انتي بنتي، والله مشان احميكي. بترجاكي لا تعمليها. بابا انت بتدمر وبتحرق كل شيء بتحميه. رشا حكمت على اختي تصير عاجزة واخذ مني حب حياتي وحرمتني من كل شيء بحبه. رشا إذا بدك فيك ترجعي كل شيء بتحبيه، فيك تديري حياتك مرة تانية. يلا تعي امسكي إيدي. بس أنا ما صفي لي حياة لحتى ديرها. أنا غزلانة كتير من حالي. خلاص شوي بدي أخلص من عيشتي. لا تقربي. أنا بترجاك مشان الله لا تعملي هالشي فيني يا بنتي. غالب بيك ما؟ أنت ما حدا في دمرك ما؟ ولا حدا في صلح شخص بعد ظلمه لا يقوسه بنته. بابا أنت غلطت كتير، أنا يلي رح حاسبك وعاقبك، رح تعيش هون بجهنم لآخر عمرك. بلكي فاجأتك علي بتصلحك. رشا رشا لا تعمية. رشا وقفي. رشا 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 حك تتركة زير الدين. مسكة لا تتركة. أميرة مسكة منيح. مسكة منيح يا ربي تحميها. حدا يطلع يساعده. أميرة اصحك تتركة. مسكة منيحة. أميرة اصحك تتركة. لا تخافي.
ليش انا ماسكك؟ حبل عندك تحملي. لا تمسكي ايدي ها، وقعك تفلتيها. امسكها منيح رشاد، تحملي شوي. يلا لك لا امير، انتبه على حالك يا عمري. ليش ما حدا عم يساعدك؟ رشاد بترجاكي حاول تسحبها لعندك. شبك يا الله، تحملي شوي تانية. تحملي رشاد، لا تتركي ايدي. امسكها منيح. يا ويلي انا شو هالمنظر، رح موت. يا ربي بدي منك تقول لاختي اني بحبها كثير. ماشي رشاد، لك اسحبها لعندك. رشا وينك؟ ليش قلت لي اجي لهون؟ وينه ابني؟ انت اكيد ما عملت له شيء، ما هيك؟ على حسب صريخك فأنت لقيتي قبر مرتي هلأ، وشفتي شو جنب قبره. أنا أخذت طوله وعرضه وحفرت جورة مناسبة لابنك. بترجاك قل لي إنه ابني بخير، طفل بريء ما له ذنب أبدا. ليش شو كان ذنبه مرتي؟ ماتت بسببك أنت، وبنتي شو لها ذنب كمان؟ انحرمت من أمها وأبوها، وأنا شو ذنبي كمان؟ لك أنت دمرتي لي حياتي، صرت ملاحق بسببك. شو بدك مني؟ مستعد تسوي اللي بدك اياه؟ بترجاك لا تعمل شيء بابني. أذية الولد تركيها لضميري. انت هلا فكري لشوف انا ليش بعتك لهنيك وعملت كل هالشغله. ها حرارتها رجعت طبيعية، بس مع هيك رح نعمل كم تحليل حتى نتأكد. وانتي ما تتمي قلقانة، يعني فينا نخرجها هلأ؟ مثل ما بدك، بس أنا برأيي التم هون، ما في داعي للمخاطرة. ماشي إذا انت هيك عم تقول. طيب شو مشان التسجيل؟ الممرضة عطتني استمارة لعبيها وما عرفت شو بدي اكتب. هالمرة نحن منحلها، بس أنا ما فهمت انتي شو رح تسوي بهالطفلة؟ رح تضلي مخبيتيها؟ على كل خلينا نعمل لها التحاليل وبعدين بنقعد وبنحكي. يا حرام، ليش حملت بحالها هيك؟ في حدا بينتحر؟ اكيد صاير معها شيء لحتى انتحرت. لا اله الا الله. كل هالقد كنت بتكرهيني؟ انتحرتي لتخلصي مني؟ استغفر الله العظيم. يا حرام لساتها صغيرة، ليش انتحرت؟ رجعوا لورا لو سمحتوا. خير الدين بنتي ماتت. فلتت ايدي وراحت. هربت مني انا. انتحرت لانها بتكرهني. ماتت بسببي أنا. كل الحق علي أنا. طمنا دكتور، كيف صار وضعه هلا؟ لا تقلقوا، رح يرجع لوعيه. تعلقه بالحياة كتير كبير. يعني عم يتحسن ما هيك؟
إيه طبعاً، المؤشرات الحيوية عم ترجع لحدودها الطبيعية. حتى لما قلت إنه خسرنا الولد رجع للحياة، شغلة ما بتتصدق. برأي الطب أحياناً هالشغلات بتصير بس مثل المعجزة، وإنتوا لا تشغلوا بالكم، ابنكم رح يتحسن. برأيي روحوا وريحوا حالكم شوي، لما بيرجع لوعيه ونحن منخبركم. الحمد لله على سلامته. شكراً لك. نحن لازم نشكر رب العالمين. ومثل ما سمعت إنه بنتكم ضايعة كمان، إن شاء الله بأقرب وقت بترجع لكم. إن شاء الله. الحمد لله على سلامته. شو بدك ساوي؟ خليني وصلك على البيت وبنرجع لهون بعد كم ساعة، بتغيري أوعيك وبترتاحي. ما بدي، أنت روح وأنا رح ضل هون. شو بدك؟ ليش عم تحاولي تعصبيني؟ أنت لوين بدك توصلي؟ عن قريبة بتفهم. أهلين وسهلين تيمور بيك. في حدا سأل عني؟ منار خانو متصلت وقال بدايك. بس ما تكوني قلتي لجاي. مع الأسف قلت لها هيك. ماشي، إذا أجي تصرفيها واخترعي شي شغلة، مثلاً أني طلعت برات البلد لكم يوم. واتصلي بالأمن، لا تخليهم يطالعوها. حاضر. ها، منيح أني لقيتك تيمور. تعال شوي، نحن لازم نحكي ضروري. شو مفكرة حالك عم تعملي؟ كمال خطف ابننا، هذا واحد مجنون، حافر رجولة صغيرة عند قبر مرته وحاطط أواعي فيها، بده يقتله. اي والله برافو عليه، طلع زلمي قبضاي، رح يعمل يلي ما قدرت أعمله. هالشي بيفرحك ما هيك؟ كثير. بس هذا كمال ما بتعرف شو ممكن يساوي، وانت قاعد عم تستنى ليقتل ابنك، ما بتلاقيه غير اجا وحط الولد هيك بحضننا خانه. أهلين رنا خانم. أهلين فيكي. تيمور هون؟ إيه، بس في عنده ضيف، المرأة يلي إجت هداك اليوم وكان معها ولد. منار عنده؟ إيه منار خانم. خبروا أنك إجيتي؟ لا، خلاص بلا ما نزعجه هلا. عراحتك يا خانم. قولي لوين عم تحاولي توصلي؟ لا تكوني اتفقتي مع كمال وبدكن تاخدوا مني مصاري. إذا هيك بتكوني عم تحلمي، لك أصلاً أنت عم تسحبي مني مصاري الدنيا. هدينك المصاري مو اللي عم تعطيهن لابنك. ليش ما خطرت على بالي؟ انت عرفت انه كمال عايش، فرحت واتفقت معه وعدته مصاري مشان يخطف الولد ويقتله. كمان الجبه جاي لعندك عم ترجاك مشان تنقذ الولد، ولك عينه عم ترجع لك. رنا خانم تفضلي. كيف فيني شوف تسجيل الكاميرا يلي بغرفه تيمور؟ تيمور بيك سكر نظام الكاميرا بغرفته. امتى هالشي؟ من اول يوم اجا. طيب شغل الكاميرا. بس عمل مثل ما عم اقول لك. حاضر يا خان. انتوا طلعوا لبرا، لما بخلص شغلي بناديلكم. طيب مثل ما بدك. مين رح يخبر ياسمين؟ أنا ما بقدر خبرها، والله لساني بيرتبط. بس لا تتركوه علي، لأني بصراحة بخاف تجيلها الخبر هيك ويصير شي على المسكينة. أمير ابني، ما حدا غيرك فيه خبرها. ماشي بابا، بس مو هلأ، لازم ما نبين لها أي شيء، رح لاقي طريقة وخبرها فيها. أهلا وسهلا. أهلين فيكي يا بنتي. أخي يسار، أنت إمتى أجيت؟ شو أخبارك ياسمين؟ الأخبار عندكم؟ كيف وضع ياسين هلأ؟
أمير؟ ليكون صاير له شيء؟ لا لا لا، صحته منيحة بس ما رح يرجع لوعيه، مشان هيك متضايقين. كلياتنا عم ندعي له وإن شاء الله عن قريب بيرجع لوعيه. رح أعمل كاسة شاي. رشا كيفة؟ أنا اليوم اتصلت بالمشفى بس كان دايما يعطيني مشغول وما قدرت أحكي معه. أنت ما رحت لعنده ما هيك؟ طول الوقت كنت عند ياسين، ما صح اللي مر لعنده. طيب منروح اليوم المساء لعنده، طبعا إذا ما كان عندك شغل. أنا ما رح أرتاح لحتى أشوفه. ماشي حياتي، بس يصير المساء منشوف. ماشي؟ ماشي على إذنك، بس لغير أوعي. ليش؟ هذا ليش قال لي روح على المقبرة؟ عرفت الشيء اللي بدي اياه منك؟ ليك حالتي ما بتسمح لي العب معك، قول شو بدك مني بكل وضوح. بس انت بتلقطيه على الطاير، فكري شوي. يمكن اذا فكرت ما يكون هالشي لصالحك، مثلا يمكن يخطر لي اني روح على الشرطه وهن عم يدوروا عليك بكمشوك وبحاسبوك. ولك انا طلعت من تحت الارض، صعب اطلع من السجن؟ صدقيني بخنقك بايدي وبكون إليك مثل الكابوس. بس اذا بدك تخلصي مني الحل هو الموت الي او إليك، فهمي هالشي يا منار خانو. على كل لازم تفكري بسرعه وتلاقي اللي بدي اياه منك، بس العد التنازلي بلش، خليها ببالك. والله ما عم بقدر اطلع بوش البنت. اخي انا برايي تخبرها باللي صار ونخلص من هذا العذاب. شو انت مفكرة سهلة؟ انا كذا مرة حاولت خبرها بس لما عم تطلع بعيوني ما بعرف شو عم بيصير معي. والله انا جيت بس لكم يوم يعني، وبألف صعوبة لأخذت الإذن. كيفك ياسمين؟ حياتي امتى رح نروح؟ منشان جهز حالي. معلش نأجلها لبكرة، انا كتير تعبان وعم فكر اني فوت نام، وانتي بتعرفي بهاليوم قديش تعبنا نحنا. طيب انت وصلني لعندها وبعدين بتجي بتنام على راحتك. حابة ضل عند رشا، البنت لحالها هلا. انا حاسة بشي غريب كتير جواتي، ما رح اقدر ارتاح لشوفها. خلص حياتي منروح بكرة. وهيك بتعفيني من السواقة بهالليل، يلا تعي. طيب ماشي. وانتي كمان لازم ترتاحي. قديش بتكون ياسمين زعلانة هلا؟ أكيد حالتها بتقطع القلب. طبعا هي أختها ما في عندها غيرها. لا سمح الله إذا صار لك شي والله بجن. يا حرام هالبنتين قديش تعذبوا. والله أنا رح أفقع. يلا خلينا نروح على الكافتيريا، خلينا ناكل شي وبعدين جبت لك قطعتين تياب. قومي، أكيد أنت ما أكلتي شي. لا أنا ما إلي نفس على الأكل. والله أنا رح أعصب هلأ. يلا قومي، يلا لشوف. خلصيني يلا.
اتركها لحالها، بس اذا فاقت وبكيت بسمعوها. امال خانم لا تقلقي، الممرضات بيتموا يطمنوا عليها. مو بايدي، بينشغل بالي عليها. الظاهر انت حبيتيها كثير لهالبنت. يعني هالشي غريب بوحده عندها طبع مثلي. ما استغفر الله، انا ما قصدت هيك. تفضلي. اخ يا امينه، انت بمين عم تتصل؟ ايه خلاص فهمت، لا تحكي، خد اشرب شاي. ماما والله ابني انا بتمنى الارض تنشق وتبلعني من عملتك السودا. وحده طلقها جوزها بتروح بتتجوزها؟ لو ما كان شايف عليها شيء كان بيطلقها يعني؟ ماما انت ما بتعرفي شو عم تقولي، يلي عم تحكي عنها بتكون مرتي، ما بصير تفكري فيها بهي الطريقه. بعدين نضال ما طلقها ماشي، ليلى هي اللي طلقته، فهمتي علي؟ ايه دافع عنها بسيطه. منشوف هديك المره عملتلك عيونك، بس مو مشكله، بس ياسين يفتح عيونه وتمرق هالشغله رح يكون عندي جوز كلام معكن. مراد يلا البس الجاكيت نحن طالعين. يلا حبيبي، شو لسه ما جهزت حالك؟ انا نعسان كتير. خلص يا عمري بتنام بالمكان اللي رايحين له. يلا البس لشوف. ماما نحن لوين رايحين؟ لما نوصل لهنيك بتشوف. يلا برافو عليك يا شاطر. يلا تعال شوف، يلا امشي. يلا تعال ماما. وين هي؟ عمك يا سارة. نعم حبيبي. انت وينك؟ ليش مانك بالبيت؟ نحن بالطريق هلا رايحين لعند وحدة رفيقتي. انت شو عملت؟ كيفه ياسين؟ منيح. طيب امتى رح ترجع لعنا؟ ما بعرف، الظاهر رح ضل هون كم يوم. طيب ماشي حبيبي. ليلى لك لا تضلوا لوقت متأخر برات البيت ماشي؟ أو قولي لرفيقتك إنه هي تجي لعندك. ليكي لازم سكر بعدين بحاكيكي. ماشي. والله برافو عليكي، عن جد القعدة معك شغلة رائعة، تحكي كتير وما بتخلي هم على الواحد. أنا لسه ما قلت الشيء اللي بقلبي ليجي الوقت المناسب. وشو هو؟ رح تسمع بوقتها. بس صار عندي فضول. خبز؟ شو صار؟ وين رحتي؟ ما إلي نفس على الأكل. أمال خانم ما بصير هيك، أنت لازم تخبري الشرطة، بلكي حدا مبلغ عن البنت إنه ضايعة. وإذا ما كان في حدا مبلغ عنها شو رح يصير؟ بتضل بدار الأيتام حتى يلاقوا أهلها. دكتور أنت شو عم تقول؟ كيف ببعتها لهنيك؟ برأيي أحسن من إنها تضل عندك هيك. ماشي أنا رح خبرهم بكرة الصبح،
ما فيني ابعت البنت وهي بهالحالة، بس خليها تتحسن شوي وبعدين منشوف. شو ما نمت؟ أنا عم بستنى ياسمين لتنام. إذا فتت هلأ بتضل تسألني وما عاد فيني كذب. خبرها وريح حالك، بالآخر هي رح تعرف يعني. بعدين بكرة جنازة أختها. أي والله شو بيعرفني. أي شو معنك رايح على المستشفى؟ إذا رحت أنا فريدة رح تزعجني. بروح الصبح بركي بتكون هديت. تعرف الحق معه منار خلتكن تروحوا. لا الشغلة صدفة. بجوز كتير تكون الشغلة صدفة، بس المشكلة بهديك اللحظة المرة دخلت على الغرفة. معناها مثل ما حكينا، بكرة الصبح منخبر الشرطة عن الموضوع وهنن بيعملوا اللازم. ماشي دكتور أنوار. وينا؟ نضال يلا خلينا نقوم، وانت روح ارتاح بالبيت. يلا إذا بدك تعالي معي وبجيبك الصبح. لا ما رح اتحرك من هون، أنا رح أوصلك للباب. بس ما تكون طلعت لبرا. أنا رح أحكي مع أمن المشفى. خليني وصلك لبرا. لا ما في داعي، انت روحي لعند ياسين. لا مو مشكلة، روحي لعند ياسين. لا انا بدي وصلك. لو سمحتوا، يا ترى شفتوا بنت صغيرة بيضة وشعرها اسود طويل ضايعة؟ رجعت وما لقيتها بغرفتها. طيب شكرا لكم. مع الاسف هلا مانو موجود، اتصل بكرة الصبح بكير. مو مشكلة، باي. يا روحي انت وين اختفيتي؟ خوفتيني كتير عليك. يلا تعالي معي، تعي. يلا 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 لشوف على تختك. وينو أخوك يسار؟ طلع من شوي قال بده يشم هوا. استغفر الله العظيم، كرمال الله يعني بهالوقت شميت الهوا؟ ليكون هاد راجع من برا مع ليلى. لا مستحيل، لا ما بيعملها. معقولة شنطتها كل هالمسافة؟ بعدين الشغلة مكلفة. شو بيعرفني؟ ليلى، 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 ليلى.